هبدأ الأول أعرف بنفسي سريعا، يعني اسمي الحقيقي أحمد المغربي. دوب المغربي ده اسم الشهرة المعروف بيه في الكوميونتي بتاع الديجيتال ماركتينج. شغال في الديجيتال ماركتينج بقالي تقريبا ممكن نقول 6 سنين كشغل فعلي، متخصص أكتر في السوشيال ميديا والأونلاين أدفرتايزنج. مؤخرا من حوالي سنة مثلا اتجهت لقصة الإي كوميرس، لأن دوت زي ما احنا عارفين ترند طالع، وخصوصا في 2019، وفي تكنيكس كتير للشغل على الاي كوميرس او الاونلاين ادفرتايزنج مع الاي كوميرس. في تكنيكس قويه جدا 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 ان احنا نقدر نشتغل عليها، ومنها اللي احنا هنتكلم عليه النهارده الريتارجتنج. دي المحاور اللي هنتكلم عليها النهارده، هم عباره عن 10 محاور. اول نقطه، ايه هو الريتارجتنج؟ تاني نقطه، ايه مشاكل الريتارجتنج، وخصوصا اللي بتواجه اليوزر اللي بيشوف الاعلان، مش الشخص اللي بيعمل الاعلان. الكاستمر جيرني ريتارجتنج اللي هنختصرها معانا في السلايد باختصار سي جي ار، كاستمر جيرني ريتارجتنج، رحله اعاده استهداف العميل. النقطه الرابعه، 5 كومبوننتس اوف سي جي ار، الخمس عناصر الاساسيه. النقطه رقم 5، هندي امثله عن ازاي تعمل دوت عملي. النقطه اللي بعدها، ايه هي الفوائد بتاعت الريتارجتنج، وهتكلم هنا على 5 فوائد. الكاستمر جيرني فانل، ايه هي المراحل او الفانل اللي بيخش فيها العميل من اول ما بيشوف الاعلان بتاعي لحد ما بيتحول لكاستمر بيشتري فعليا. رقم 8، هنتكلم على انواع الريتارجتنج، في منهم 3 انواع. رقم 9، اودينس ليرن تكنيك اللي هي تقنيه شرايح الاستهداف اللي هنتكلم عنها بخصوص نوع من انواع الريتارجتنج تايبس. النقطة الأخيرة، measuring success with retargeting، إزاي نقيس نجاح الريتارجتنج. نبدأ بالنقطة الأولانية، إيه هو الريتارجتنج؟ الريتارجتنج بكل بساطة، أنا دلوقتي يعني كلنا بيحصل معانا الموضوع دوت، نيجي نخش على موقع مثلا زي سوق كوم أو جوميا أو بعدها بوقت قليل جدا أجي أخش على الفيسبوك، أجي أخش مثلا على أي ويب سايت تاني، ألاقي إعلانات نفس الموقع اللي أنا كنت عليه، ألاقي إعلانات سوق، ألاقي إعلانات جوميا. ولما اجي اخرج وادخل تاني الاقي برضو الاعلانات ديت، اجي اليوم التاني، اليوم التالت، اليوم الرابع، بعد اسبوع بلاقي الاعلانات ديت موجوده قدامي. هو ده الريتارجتنج او الريماركتنج، ازاي العميل لما بيشوف اعلاني مره اقدر انا اظهر له مره تانيه ومره تالته. ازاي بيشتغل الريتارجتنج ده؟ الريتارجتنج بيبقى عباره، لو انا مثلا بشتغل على فيسبوك فانا عندي البيكسل كود، لو انا بشتغل على جوجل فانا عندي الكونفرجن تاج، فده عباره عن كود جافا سكريبت باخده من جوجل او باخده من الفيسبوك بيكسل، باخده من الفيسبوك نفسه وبعمل له انستوليشن على الموقع بتاعي. طبعا في فيديوز كتير، تمام، فريق عرب والنار هيحط لكم الفيديو بتاع ازاي انك تثقب البيكسل بتاعك، تمام، الطريقه بتاعته سهله جدا، فعشان ان احنا نبقى ماشيين بتسلسل النقطه اللي احنا قلناها هيحط لكم الفيديو ممكن تشوفوه ازاي انك تنستول البيكسل كود. البيكسل كود دوت لما اليوزر بيخش على الموقع بينزل كوكيز على الجهاز، تمام، بحيث ان انت لما تيجي تخش على الفيسبوك تاني تلاقي اعلان الموقع اللي انت كنت عليه. دي بكل بساطه الرسمه اللي بتشرح الكلام اللي احنا قلناه. الكاستمر دخل على الموقع بتاعك، بعد كده هو خرج من الموقع سواء خد اكشن او ما خدش اكشن، وهنتكلم في القصه في الحته دي بالذات، سواء خد اكشن او ما خدش هنعمل ايه بالظبط. بعدين بيجي يخش على النت تاني، يجي يشوف الاعلان كان عليه الموقع بتاعه دوت، بيحاولنا ان انا دلوقتي الكاستمر بتاعي دوت ان هو تحول لعميل عندي اشترى مني. ايه المشكله بتاعت الريتارجتنج؟ هنفترض لو انت يعني حوار ما بين اتنين، واحد بيسال واحد بيقول له ايه رايك في الاعلانات الريتارجتنج، اعاده الاستهداف. اول حاجه بتيجي في ذهننا لو احنا ما عندناش الفكره عن اعاده الاستهداف او بنتعرض لاعاده الاستهداف من الاعلانات كتير، انها بتتكرر قدامنا كذا مره لحد ما بتبقى لدرجه انها مزعجه وتعمل ريبورت الاد ان انت مش عايز تشوفه تاني. بس احنا مش عايزين الريتارجت اللي احنا هنعمله يبقى بالشكل ان هو الشكل المزعج، ان اليوزر بيشوف الاعلان كذا مره، ان اليوزر بيشوف الاعلان وما فيهوش جديد، او شاف الاعلان تاني طب مش فاهم طب انت عايز ايه. فانا دلوقتي لما اليوزر يشوف الاعلان كذا مره، زي ما كاتب ان هو بومباردد، يعني الاعلانات بيشوفها، عارف انت زي ما نقول بالبلدي كده، ماسوره اعلانات واتفتحت في وشه متكرره، فدوت بيسبب كذا حاجه، تمام، ان بيبقى فيه حاجه كوزنج اد فاتيج. اد فاتيج ده اللي هو بالعربي فتيجة، يعني ارهاق او تعب. انا دلوقتي الاعلان بتاعي لما يكون مرهق او تعبان فده معناه الريتش مثلا بقى قليل، بقى الكوست ريزلت عاليه، الريزلت نفسها بقت قليله،
لو انا شغال كويس قبل كده فجاه لقيت الاعلانات بتاعتي الكيرف بتاعها نازل، فده بنسميه الايه فاتحين او بور براند اكسبيرينس، ان انا شفت اعلانات البراند ده كتير فانا خلاص ما اشتريتش من اول مره، فخلاص انا مش مهتم ان انا اشتري تاني، وزنانين بالاعلانات بتاعتهم الكتير. كان في يعني احصائيه معموله من موقع خاص باعاده الاستهداف، الاحصائيه ديت يعني هو يعني عاملها بيوضح لنا النسب اللي بنقدر نحصل عليها من الجمهور نفسه اللي بيشوف اعلانات التارجتنج. فعندك بنسبه 85% تمام من الكونسيومرز اللي هم المستهلكين بيتضايقوا، بيبقى عندهم بور اوبينيون او باد اكسبيرينس من الاعلانات اللي بتتكرر قدامك. تمام، بنسبه 85%. تخيل انت مثلا حبيت تعمل اد استهداف وانت سامع ان التارجتنج ده بيجيب هاير ار او اي، تيجي تعمله ما تلاقيش اللي الناس بتقول عليه ده. امال ازاي بقى بيعمل هاير ار او اي؟ انه معمول بطريقه مش صح. ممكن توضيح الار او اي؟ الار او اي يعني ريتيرن اون انفستمنت، العائد على الاستثمار. انا حطيت دولار فانا عايز الدولار ده يرجع لي 2 يرجع لي 3، هي بتبقى نسبه مئويه. فبشوف انا مثلا المعادله بتاعتها لو انا صرفت دولار جالي 3، فانا بحسب الثلاثه دي ناقص الواحد اللي انا صرفته وبعد كده بقسمه على اللي انا صرفته بضربها في 100 بيطلع لي النسبه المئويه بتاعتي. ده بكل بساطه الار او اي. وبنسبه 88% من الناس اللي اشترت بتعمل انها لو شافت الاعلان تاني ان انا خلاص مش عايز اشوف الاعلان تاني. في طريقه كده انك بتخش على الثلاث نقط اللي جنب الاعلان وتعمل ريبورت كده انك اي ام اوريدي بيرتشست، انا فعلا اشتريت فمش عايز اشوف الاعلان ده والتاني. وبنسبه 77% من الناس اللي بتشوف الاعلان بتعمل ريبورت انها بتشوف الاعلان دوت اكتر من مره فروم ذا سيم ريتيلر او من نفس البيج اللي بتعمل منها الاعلان. طبعا النسب ديت تخض وتوضح لنا ايه السبب ان لما حد بيعمل ريتارجت ممكن ما يبقاش معاه نتيجه كويسه. طبعا احنا مش عايزينها انها تبقى بالطريقه دي. It doesn't have to be that way. مش لازم ان انا اعمل اعلانات بطريقه زي ما بقول للعميل ايه، شوف الاعلان واشتري، شوف الاعلان واشتري، طب شوف الاعلان تاني واشتري. عامل زي ما تبقى ماشي مثلا في العتبه كده ولا في مكان زحمه في محلات كتير وحد يشدك كذا مره عشان تخش تشتري. طبعا انت مش هتشتري، فده بتبقى بور اد اكسبيرينس. يعني ايه هي الكاستمر جيرني ريتارجتنج عامه او الفانل اللي بيخش فيها العميل؟ انا بيبقى عندي، انا افترض ان عندي ستور، اليوزر دلوقتي شاف الاعلان دخل على اللينك خلاص ده بقى عندي فيزيتور. فده كده طالما داس على الاعلان يبقى في حاجه شدته، يبقى هو عنده الاهتمام. فاول نقطه اكسبريس انترست، تمام، عبر عن اهتمامه بالاعلان ده او بالحاجه اللي انا بقدمها. تمام، على سبيل المثال ان هو خلاص داس على الاعلان وشاف الهوم بيج بتاعك. طيب شو كونسيدريشن، خلاص اهتمامه حسيت ان هو زايد اكتر بعد ما دخل على الهوم بيج، ففي برودكت او كاتيجوري معين في الموقع بتاعي عجبه فدخل عليه فعمل فيو برودكت، ده تمام، عمل شو كونسيدريشن، عجبه المنتج ده فعمل اد تو كارت، ده كده خد اكشن. بعد ما عمل اد تو كارت اشترى، فده كده بالنسبه لي بقى كاستمر. نيجي بعد كده للخطوه اللي بعدها اللويالتي، ان انا عايز بقى العميل ده ما اشترى مره، انا عايزه يشتري مره ثانيه ثالثه رابعه عشان اقدر ازود اللايف تايم فاليو بتاعت العميل. يعني اشترى مره واحده مني، لو انا المنتج بتاعي مثلا ب 5 جنيه، فهو خلاص اشترى مني مره واحده ب 5 جنيه، قيمه العميل ده بالنسبه لي هو الرقم ده. انا لا، انا عايز العميل ما يبقاش قيمته لا كده بس، تبقى قيمته مثلا على مدار شهر، انا عايز ابيع له مرتين ثلاثه. لو انا هبيع له منتج بخمسه ومنتج ب 10 منتج ب 20، فانا كده العميل ده بالنسبه لي اللايف تايم فاليو بتاعتي لو اشترى مني 3 مرات بقى ب 35 مش خمسه بس. انا لازم احافظ ان انا يبقى عندي ريتيرن كاستمر. والكونسبت الاساسي بتاع الكاستمر جيرني ريتارجتنج، ان انا طبعا كل عميل في المراحل اللي في الصوره اللي على اليمين ديت اللي شاف الهوم بيج وخرج، غير اللي عمل اد تو كارت وخرج. دوت ممكن يكون شايف الهوم بيج بس مش عايز يشتري دلوقتي، انما اللي عمل اد تو كارت ممكن يكون عنده مشكله، ممكن يكون مثلا النت فصل، او بعد ما شاف مثلا سعر الشحن او لا ما كملش الشراء. فانا الكونتنت اللي هقدمه ده غير الكونتنت اللي هقدمه ده، فبالتالي زي ما احنا شايفين التارجت ذات شوز ذا رايت كاستمر، عايز اوري العميل الاعلان الصحيح في الوقت الصحيح بناء على المرحله اللي هو فيها من الفانل ديت. زي ما قلت، اللي عمل دخل على هوم بيج او شاف منتج معين، غير اللي عمل اد تو كارت، غير اللي اشترى. مستوى الاهتمام لكل واحد مختلف. ايه هي العناصر الاساسيه للكاستمر جيرني تارجتنج دي؟ هم خمسه. طيب نبدا باول واحده، تيلر تو باير جيرني، يعني متفصله بالظبط على اساس العميل في انهي مرحله من الفانل دي. دي النقطه اللي احنا لسه قايلين عليها من شويه. تيلر تو باير جيرني متفصله على حسب العميل
هو في أي رحلة من رحلة الشراء. رقم 2 engaging and non-repetitive، إن الإعلان عايزه يشد العميل بحيث إن هو يتفاعل معاه، يتفاعل معاه بإن هو يدخل على اللينك يزور الهوم بيج بتاعتي، أو إن هو يكتب كومنت أو يبعت رسالة. ده كده معنى كلمة engaging. non-repetitive إن مش نفس الإعلان هنشوفه على مدار 10 أيام كل يوم صبح وليل هو هو، زي ما قلنا إن ده بيسبب بور براند اكسبيرينس، وبيسبب زي ما كاتب في آخر سطر اد فاتيج، شرحناها من شويه. رقم 3 سيكونسد اد اكسبيرينس. ايه هي السيكونسد اد اكسبيرينس؟ زي ما قلت انا العميل عايز ادخله معايا في مراحل، تمام؟ عايز اخده لما بيزور الهوم بيج، طيب انا عايز اوري له برودكت تاني من الكاتيجوري اللي هو زاره، بعد ما اوري البرودكت ده عايز اخده في السيكونس اللي بعدها ان هو يشتري، عايز ابين هنا البراند ستور بتاعتي او الستور بتاعت البرودكت دي عشان احفزه ان هو يشتري. عمل اد تو كارت واشترى، تمام كده هو قفل الفانل. عمل اد تو كارت بس ما اشتراش، ممكن يكون السعر محتاج يظبط معاه، فعمل له تارجت تاني بكود اوفر معين بحيث ان هو يقدر يشتري. رقم 4 تمام الايند وذ ماركتنج. الريتارجتنج بس مش شرط ان انا اكون شغال على الفيسبوك، كان ممكن انا بعمل ريتارجتنج كده العميل اللي ساب ايميله وهو بيعمل اد تو كارت او بيحط بياناته، او في مرحله معينه لو انا شغال على ليد ماجنت معين عارف ان انا اجمع الايميلات، فانا ممكن اعيد استهدافه تاني من خلال الايميل، بحيث ان انا الريتارجتنج ده اخليه مور بيرسوناليزد اكسبيرينس، ان العميل فعلا هو عارف ان انا بخاطب هو بشخصه هو. دي بتفرق قوي 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 مع اي عميل، سواء انت بتقدم خدمه او بتقدم منتج. خامس حاجه ودي حابب اوضحها كويس جدا، تركيز مع النقطه اللي شرحناها من شويه في النقطه رقم 3، لازم نركز على حته سيكونس دي عشان هتتعاد معانا تاني. والنقطه 5 success is not just ROAS، ان النجاح مش بس ROAS. يعني ايه الكلمه دي او الاختصارات دي؟ معناها return on ad spend. تاني معناها return on ad spend، يعني العائد على المدفوع في الاعلانات. لو انا الكوست بالريزلت عندي او تكلفه الشراء لما باجي اعمل الاعلان مثلا 10 دولار، طب العميل اشترى ب 10 دولار ده اشترى منتج بكام؟ اشترى ب 50 ولا اشترى ب 100؟ ده معنى الار او اي اس. بس ده مش بس الحاجه المهمه بالنسبه لي، في كذا عامل على حسب السيكونس اللي انا شغال عليه في الريتارجتنج، وده طبعا هنشرحه مع بعض خلال المحاضره بتاعتنا.